اكشن. محمد الرفاعي بأول عمل من إخراج من تأليفك وإخراجك، تحكي لي عن هيدي التجربة. طبعاً الفيلم الهوية المجهولة كانت فكرة بالنسبة لي قبل ما أطبقها على الورق، وكنت حاط الملاحظات وقصة الفيلم الكلام هذا قبل سنة تقريباً، بعدين قلت ليش ما أطبق هذا على بشكل فني وسينمائي، وقلنا راح نبدأ في عمل جديد وأول عمل بالنسبة لي كعمل طويل سينمائي، لأن أنا كنت أخرج فيديوهات قصيرة وأفلام قصيرة. توجهي أنا في حركة، في أكشن، في أشياء مش موجودة في الساحة الإماراتية في السينما. أعتقد أن في زملاء قاعدين يعملون نفس أو يمشون بنفس الخط. متى سيشهد الفيلم النور يعني؟ الفيلم ان شاء الله في الصيف، احنا مقررين انه يكون في الصيف، لكن اذا كان في ضغط علينا ننزله قبل بننزله قبل، لان لين الحين بعدنا ما خلصنا الفيلم، باقي يومين، ولكن في ناس قاعده تتابعنا من السوشيال ميديا وتطلب منا ان احنا نستعجل فيه وننزله قبل. وشكر خاص لهيلتون، وقفوا معانا بشكل طيب، يعطيكم الف عافيه، وشكر خاص لكم ايضا لتغطيتكم الطيبة، الله يحفظكم ويحميكم يا رب. دورك شو بالفيلم بالضبط؟ يعني أنت بتمثل دور شو؟ شو هي السيناريو اللي أنت عم تمثله بالفيلم؟ والله أنا أقدر أقول بروحي فيلم. أنا بروحي فيلم، لأن أنا دوري في الفيلم دوري ودور غيري، يعني أنا ماخذ دوري وأدوار الشباب كلهم، أحاول يعني أنا اللي أسوق السيارات كلها تقريبا. دوري في الفيلم أنا أكون رئيس عصابة. يعني صراحة بقول لك شيء، الموضوع فيه وايد ستريس، يعني أنت تاخذ دور مشهد كاريزما معينة، لكن في نفس الوقت أنت تصور عن الشباب الباقيين. أنا أطلع أقلب سيارة، أدرفت بالسيايير، أطارد، يعني أخذ مشهدي ومشهد غيري. خليني بالتفصيل هذا تبع أقلب سيارة وأعمل كل مشاهد الأكشن. كنا قبل شوي عم نحكي عن هاي المشاهد اللي عم تعملوها أنتو بدون سيفتي، بدون اي، يعني تعملوها حقيقيه، ما عم تعملوها خدعه كاميرا. فتحكي لي عن صعوبه اداء هذا المشهد، وكيف انت احساسك لما تأدي هيك مشهد وانت عارف انه في خطر عالي؟ والله اختي صراحه خوف، يعني انا قلبت السياره ومشهد حقيقي 100%، يعني ما كان في اي خدعه، ما في ان يعني فيك شيء فيك، لا ابدا، كان موقع الحدث كان بيور وحقيقي جدا. انا كنت اسوق السياره وقلبت السياره، والحمد لله يعني طلعت بخير وصحه وعافيه، لكن انا اقول لك مره ثانيه ما بجرب، يعني شيء خطير ومخيف، يعني مش انه تعال واقلب السياره وتنقلب على طول، لا، السياره تنقلب فيها زجاج، فيها غيره، ما تعرف شو يستوي بك، فشيء يخوف. زايد تحكي لي عن دورك بفيلم الهويه المجهوله. شو رايك اول شيء نقول السلام عليكم؟ اهلا وسهلا. انا اخذت وايد ادوار، وصار ثامن دور لي في السينما الحمد لله لك يا رب، وطموحي وصول الى بوليود العالميه. اي نعم. تحكي لي شوي عن تفاصيل الدور. تفاصيل الدور، واحد غبي مجنون وكل ساعه متاخر، ولما يروح عند البوس يقعد يقول له وين كنت، يقول انا كنت متاخر شوي وما قدرت اجي، ف 24 ساعه يكون مش مستوعب، ففكاهه يكون كوميدي. تمام. تحكي لي عن اماكن التصوير، وين عم بتصوروا براس الخيمه؟ اماكن التصوير طبعا في انحاء راس الخيمه، وكذلك صورنا في هيلتون راس الخيمه، ريزون سبا، ايوه، وكذلك اماكن ثانيه. حمدان اهلا وسهلا فيك مع فوشيا. رغم انك انت بتغني ومن نشطاء السوشيال ميديا، دورك بالهويه المجهوله مختلف شوي، تحكي لي عن هذا الدور. اولا السلام عليكم، وثانيا هذا اول فيلم لي سينمائي ادخله وبطوله، والله تشرف هالشيء. ودوري في الفيلم، انا عندي ورشه وانا اخطط ان كيف نسرق الماسه.
حمدان، انتم من يعني حتعتمدوا على تسويق الفيلم على صفحاتكم على السوشيال ميديا، واكيد صار عندكم يعني مشاهد قبليه قبل عرض الفيلم نزلت على السوشيال ميديا، كيف كان رد فعل متابعينك لهذا العمل؟ والله الحماس اللي فيهم مش متوقع، يقولون متى بينزل الفيلم واي تاريخ، نحن لان ما نعرف بعدنا ما خلصنا التصوير بيكون في مونتاج، فان شاء الله اذا اي شيء اي خبر جديد عنه راح نعرضه متى راح ينزل الفيلم ان شاء الله. بعيدا عن التمثيل، انت بتغني واللون الخليجي والعراقي، تسمعنا هيك مقطع هذا مشان نكسر شوي روتين عم نحكي عنه. عندي اغنيه انتشرت بشكل مش طبيعي في الخليج، هو بسمعكم اياه، يقول ناوي على الفرقه وقلبي يتحرق يا ويلي من قلبك قاسي صدق يا زليخه تنساني تنساني تخليني وحداني.